أهلا بكم أطفالي الصغار في درس جديد للقراءة بعنوان طائر لا يطير. استمعوا إلى النص. أنا طائر بحري ولكن لا أطير. أعيش في تجمعات كبيرة. أتحمل شدة البرد بفضل طبقة الشحم السميكة تحت جلدي. طعامي من الكائنات البحرية، وأحب الأسماك الصغيرة. أستطيع أن أصطادها بمنقار المضغوط من الجانبين. سباحتي الماهرة وسرعتي الفائقة في الحركة تساعداني على التقاط الطعام والهرب من الحيتان وأسماك القرش. لدي زعانف أستخدمها للتجديف، وذيل سيابي للتوجيه أثناء المشي. أما قدماي القصيرتان فهما للحركة فقط. يغطي جسدي ريش كثيف أبيض وأسود. فهل عرفتني؟ وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله، وشكرا على الإصغاء.